فاكرين منطقة الصف في الجيزة اللي عرضنا مشاكلها قبل كده؟ الحمد لله برنامج واحد للناس بالتعاون مع وحدة الدكتور شريف مختار للحالات الحرجة والموت المفاجئ، قدرنا نعمل لأهل المنطقة قافلة طبية لاكتشاف الحالات الأكثر عرضة للموت المفاجئ، مكونة من بقى رسم قلب وتحاليل، وده تحت إطار طبعا الاتفاق العظيم اللي عملناه مع الدكتور شريف مختار هذا الأستاذ العظيم، إن احنا نعمل يعني قوافل في المناطق الأكثر فقرا في مصر. نشوف التقرير. دي حاجة جميلة جدا وحاجة كويسة عشان الناس تقدر تطمن على نفسها صحية، واحنا بنشكر مؤسسة واحد من الناس ووحدة الدكتور شريف مختار للقلب. احنا بنشكر الدكتور شريف مختار ومؤسسة واحد من الناس على العمل اللي هم بيعملوه ده. انا جيت هنا على اساس ان انا اعمل تحليل دم وصورة دم كاملة وكشف على القلب ورسم قلب، ودي طبعا حاجه جميله ان يوفرها الدكتور شريف ومؤسسه واحد من الناس، لان الحاجات دي مش متوفره وبتساعد ناس كتير جدا ظروفهم مش بتسمح لهم ان يعملوا الحاجات دي. جيت هنا النهارده عشان اعمل تحاليل في المعمل ده، سمعت ان المعمل فتح للناس الغلابه كلها، اهل مركز الصف كله، فجينا كلنا هنا نعمل تحاليل. فبالنسبه لي انا عملت تحاليل شاملة كاملة عن الدم كله واطمئنيت على الدم ورسم قلب. النهارده في قافلة اتعملت عندنا في الصف، قافلة طبية بتقدم خدمات طبية جيدة جدا. نشكر الدكتور شريف مختار ونشكر الدكتور عمرو الريسي على مجهودهم الرائع ان هم قدموا خدمة لأهالي الصف، وفي ناس كانت كتيرة قوي محتاجة الخدمة ديت. جيت حللت والوقت هعمل رسم قلب وان شاء الله يكشف لي برضه رسم قلب، وانا بشكر القافله الطبيه ويا ريت تجينا على طول. سمعنا عن قافله طبيه جا مدعمه من الدكتور شريف مختار ومن مؤسسه واحد من الناس، تحليل كامله وصوره دم وغده درقيه وتحليل فشل وتحليل الكبد، وعملت رسم قلب هنا في المكان ده، ويا ريت نتمنى ان القافله دي تتكرر وتيجي مره واثنين وثلاثه. جيت النهارده عملوا لي تحليل دم وعملوا لي رسم قلب وطمنوا عليا وطمنت على نفسي والحمد لله، وربنا يبارك فيكم جميعا ويسعدكم. جيت النهارده عملت تحليل دم ورسم قلب ولسه هخش اكشف كده، بس هو الصراحه مجاني وما خدوش اي حاجه مننا ولا فلوس ولا اي حاجه. كنت عاوزه من زمان اعمل رسم قلب، اجدد رسم قلب، مانيش قادره من 14 من يجي 18 اشهر عملته وما قدرتش بعد كده اجدد العلاج ولا ارسم تاني. جيت هنا عملت رسم قلب والتحليل دم ودخلك شباش والدكتور يكتب العلاج اللي هجيبه. ربنا يجعلكم من اهل. النهاردة احنا جايين تاني يوم في قافلة طبية، الغرض منها ان احنا نغطي خدمة طبية لمنطقة الصف. امبارح شفنا حوالي 150 حالة، والنهاردة برضو تقريبا نفس العدد 150، في اليومين تقريبا بنغطي حوالي 300 حالة. هدفنا ان احنا نشوف الناس اللي عرضة اكتر للموت المفاجئ. في مشروع كبير معمول وحدة الدكتور شريف مختار عاملاه مع واحد من الناس، غرض منها ان احنا نعرف بالظبط على ارض الواقع مصر فيها هل نفس النسب العالمية من حكاية الموت المفاجئ ولا لا. في القافلة بنعمل رسم قلب ونسلوم الضغط والسكر ونعمل لهم مجموعة تحاليل بتغطي وظائف الكلى والكبد والغدة الدرقية وبعض الحاجات التانية اللي هي الأملاح اللي في الدم اللي ممكن تأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على القلب.